بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله مساكم بكل خير وبركة. يتجدد اللقاء معكم وبكم دائما في انطلاقاتي ومنافساتي ميدان التحدي، ميدان الشحانية. على بركة الله متابعينا الكرام، أعلنت انطلاقتي خامس أشواطنا في هذا المساء. نتابع من خلال انطلاقات ومنافسات قوية ومثيرة هنا على أرضية هذا الميدان. أسير إلى البداية هناك وأول المراكز، أتابع الدوحة هناك مع أول المراكز لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود على أول المراكز، ويتابعها راشد بن محمد بن علي المحرق هنا مع أول المراكز ومقدمة هذا الشوط. ثاني الأسماء مشاهدين الكرام، وصلت الذيبة لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني راشد بن حمد المدهوشي، تابعها هنا مع ثاني المراكز. والثالث الأسماء تصل العنود لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني سعيد بن راشد الزعبي، هنا يتابعها في هذا الانطلاق مشاهدينا متابعينا الكرام. العنود قادمة أيضا بدورها ومنطلقة هنا في هذا الشوط. أتابع رابع إلى أسماء مشاهدين الكرام، وصلت الطيارة ولكن من الجانب الآخر هناك أيضا شدايد لهجن الشحانية، وصل أيضا الشبل جابر بن سالم بن فهران هنا مع الشدايد. رابع الأسماء وصول غرام لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني حمد بن محمد الدهن. وخامس الأسماء واختتم النداء مشاهدينا الكرام، متابعنا الوصول في هذه اللحظات والانطلاق مع خامس المراكز نهامة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني محمد بن برقان بن مقارح. هكذا النداء متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط هناك مع العنود مع الشعار الغرفاوي من انطلق على الصدارة مع لافتة الألف ومئتين، هنا يغير على مقدمة الشوط. الله يا العنود، العنود على البداية على الصدارة لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني سعيد بن راشد الزعبي. ركز يا أبو راشد هناك مع الصدارة مع العنود من تقود الجموع على مقدمة الشوط، ولكن حصادة وصلت حصادة لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني هنا مع ثاني المراكز. وتحركت شدايد هناك من الجانب الآخر لهجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فران، ولكن هناك الوصول من غرام لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم الثاني حمد بن محمد الدهن أيضا يتابعها في هذا الانطلاق. خامسا العبور لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران، ولكن أعود إلى العنود. الله يا العنود، العنود على الصدارة على مقدمة الشوط. الله يا العنود، وهذا الأداء القوي والمميز. الله يا العنود، صاحبة عوايد، صاحبة انطلاقات قوية هنا شاهدناها من خلال تواجدها في هذا الميدان بدون أي أوامر. الله يا العنود، ولكن حصادة، حصادة والعنود، بدأت المغادرة، بدأ الانطلاق مع العنود. العنود هنا بالشعار الغرفاوي تنتزع هذا الشوط بكل قوة وجدارة. هنا نتابع العنود، العنود مع البداية مع الصدارة لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. الله يا الزعبي سعيد بن راشد الزعبي، تهانينا والناموس على فوز العنود وانتزاعها هذا الشوط. ثاني المراكز الوصول من حصادة لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني، وثالث المراكز كان الوصول من شدايد لهجن الشحانية، ورابع المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من نهامة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. وخامسا
كان الوصول من العبور لهجن الشحانية. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدين الكرام، متابعي قناة الريان الفضائية الناقلة لمجريات وأحداث هذا المساء. تابعنا انطلاقة شوطنا الماضي وكيف استطاعت العنود أن تصمد أيضا وتنطلق باللحظات الأخيرة لأيضا تنتزع ناموس هذا الشوط وتهدي أيضا لأيضا هذا الشعار، الشعار الغرفاوي من تواجد هنا مع العنود وأيضا قدمها الزعبي بانطلاق قوي. نتابع العنود أيضا ولحظة وصولها إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس والانتصار. 4 دقائق 39 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، والتهنية لسعيد بن راشد الزعبي. ثاني المراكز كان الوصول من حصاد، 4 دقائق 40 ثانية وجزئين من الثانية. التهنية لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني، وثالث المراكز كان الوصول. وصلت شدايد ثالثا لهجن الشحانية، 4 دقائق 43 ثانية وخمس أجزاء من الثانية توقيتها الزمني. تهانينا والناموس للجميع.